بلاتي بلاتي على حسب صورتي. ماشي جيد الهجرة. يلا سير. السلام عليكم، بخير؟ هانيين؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير العشران؟ كي داير الاصدقاء؟ كي داير الاحباب؟ ايوا ان شاء الله بحول الله هذا العام ان شاء الله العيد الكبير ما خصوش يكون، لانه علاش العيد الكبير ما خصوش يكون؟ كاينه ازمه، كاينة أزمة مع كورونا والناس مساكن عالمية. الناس مساكن مولفة كتخدم قبل ما يكون هذا المرض، هذا الفيروس هذا، الناس مولفة كتخدم وتجمع شوية الفلوس باش كتشيط باش كتشري العيد الكبير. إوا هاد العام اش غادي نقول لكم، الناس راه محنين ومكرفسين بزاف بالرجولة. العيد الكبير ما خصوش يكون هاد العام، باش ان شاء الله بحول الله الا ما كانش العيد هذا العام هذوك الحواله اللي غادي يذبحوا مازال غيبقاو، هذوك الحواله غيتزادوا وغادي يوليو حواله هما، هذوك الحواله غيوليو حواله هما، غيوليو حواله هما، وغادي حتى هما غادي يتزوجوا حتى هما وغادي يولدوا الوليدات كما كنقولوا، غيوليو الحواله وغيوليو الحوليات وماتهم دوك النعجات، وما كيدور العام تا كيوليو حواله وما كيكثروا الحواله بزاف وكيكثروا النعاج بزاف وكيكثروا دوك الخروفات الصغيرات كما كنقول لهم حنا الخروفات، كيكثروا الخروفات الصغار لانه هكاك باش كيكثر الخير باش كيولي الخير. ودابا كاينه ازمه كما قلت لكم، ولا جاو يكون في المثل العيد الكبير، العيد الكبير وكاينه ازمه، راه الناس مساكن شي غادي يعيد وشي ما غاديش يعيد. انا خي فينا ابراهيم سير. هما هاد الناس مساكن هاد القصابه كانوا في واحد البلاصه كيترزقوا مزيان وحولوهم لهاد البلاصه، انا عارف يافي هما مساكن ما بقاو كيترزقوا ما والو، هما مساكن هنا كيتشمشوا هما مريحين، انت كتشوف ولا كان الرزاق الله. مريحين مساكن هنا جابوهم هنا شادين لانتريت ما بقى يبيعوا ما يشريوا هنا في هذه البلاصه هذه، كانوا في واحد البلاصه بايعين وشارين مساكن، ولا كان من جاوا لهذ البلاصه هذه هنا تير هنا الف يا فيها انتم كتشوفوا، ولا كان جابوهم لهذ البلاصه صامته غامقه، ولا كان الرزاق الله، الله يجيب لهم الرزاق ديال الوليدات ديالهم. ايوا كما قلت لكم هاد العام ان شاء الله راه الحاله مفرطه، وقال لك الصيف مشى هاد العام، قال لك الصيف مشى، ولكن قال لك راه الصيف صيف وخاصو صريف. ايوا هاد الصيف راه مشى، وان شاء الله الصيف الجاي الناس الله يطول لهم العمر والله يخلي لهم الوليدات ديالهم والوالدين ديالهم. هاد الصيف الجاي ان شاء الله بحول الله الناس اللي في اوروبا يدخلوا المغرب مرحبا بكم، كاين البحر ممتاز، كاين الغابات، كاين الطبيعه، كاين الخير مزيان هاد العام، الخير موجود. دابا المشكل مع ولاد دابا هاد كورونا وهاد الفيروس وهاد المشاكل، الناس كلهم داخلين للديار ديالهم. الصراحه تقال اي مدينه واي درب كتمديز منه كتلقى فيه النمل، النمل ولا سبحان الله العظيم خارج في الطرقان. اي قلت لكم اي درب كتدخل لي ولي الطريق كتمديز منه كتلقى النمل خارج في الطرقان، والنمل على الجد. ولكن مني كان كيخرجوا الناس وهادي وكيمشيو وكيجيو كيما كنقول لي الراجلين العاجلين، ما كانش النمل كتلقاه في الطريق بالرجوله، قليل النمل حنا فين كنلقاوه في شي بلاصه،
ولكن الملة لقيناه في شي بلاصة اش كنقولوا؟ كنقولوا البلاصة اللي كيكون فيها الملة راه فيها الرزق. وفعلا كيما هكاك البلاصة اللي كيكون فيها النمل فيها الرزق. دابا المشكل كما قلت لكم الناس دابا كلشي داخل المحلات ديالها، اي زنقه اي طريق تدوز منها كتلقى النمل خارج في الطرقان. لانه علاش النمل ولا خارج في الطرقان؟ النمل خدا راحت نفسه دابا، حيت ملي كانوا الناس كيخرجوا النمله كتخرج تمديزها مع الطريق كيعفط عليها بنادم ما كيشوفهاش، حيت بنادم كيشوفها الفوق ما كيشوفش لتحت بالرجوله. ولكن واخا كاع النمل دابا كما قلت لكم دابا تبارك الله اي حومه واي زنقه تدوز منها واي طريق تلقى فيها النمل موجود. سبحان الله العظيم، الله عطى الارزاق، الله عطى الارزاق وعطى الخير هاد اليمن، الله عطى الارزاق وعطى الخير، الله عطى الشتا، الشتا هاد العام صبت من المزيان، واخا كاع الصيف صبت الشتا من المزيان، صبات الشتا وكاين الربيع وكاين الخير، الدنيا مصيفه تبارك الله. خاصها يحيد هاد المرض ويحيد هاد الفيروس والناس تخرج تخدم، وراه الحمد لله حتى شي حاجه ما ضاعت لبنادم، حتى شي حاجه ما ضاعت لبنادم. المهم راه حكمت عليهم كورونا بعدا منهم عدد ما كانش كيريحو حتى مع ولادهم بزاف، ها هو في الخدمه هو في القهوه ما يجي حتى نص الليل. مازال هاد كورونا بعدا راه دارت معاهم مزيان، بعدا ريحوا مع ولادهم، مع دابا راه جايه 4 شهور ولا 5 شهور بعدا ريحوا مع وليداتهم ومع والديهم بعدا ومع خوتهم بعدا، بعدا راه فرحوا وضحكوا ونشطوا وشافوا بعضياتهم مزيان الحباب، باش اللي مات هانيه. كاين اللي دابا كيموت والدي ولا خوتو كاع ما كيشوفهم على من 5 سنين ولا من 6 سنين، ولكن ان شاء الله بحول الله كما قلت لكم هاد كورونا ربات بنادم، ربات بنادم من المزيان، بحالاش ربات بنادم من المزيان. كما قلت لكم منهم عدد ما كان كيدخل حتى 4 الليل ولا 3 ديال الليل، دابا راه فين ما تدور تلقى حدا وليداتو، فين ما تدور دابا تلقى حدا وليداتو. ايوا ديما كما كنقول لكم الله يقتلنا مع الرجال ماشي مقشور الدنجال تاع رجليه، وحنا ما عباده ما طنازه بالرجوله. وانا حقيقه واخا كنهضر مغربي، انا مغربي من المغاربه الاحرار بالرجوله، انا هو الدري الوحيد اللي ما باعش الماتش. لانه علاش انا ماشي بحال بيك، بيك اللي كان كيغني الديسك، حنت بيك انا كان عزيز عليا كان كيغني الديسك واعرين، ولكن بيك مني عطاو عظم يمصو لبدها، ومنهم عداد عطاهم عضايم يمصوه ولبدوها بالرجولة. ولكن انا مني تشهرت وشهرني الله ما نكذبش عليكم، من جاو عندي الصحافة الاولانيين قالوا لي راه قالوا لك المسؤولين طلب اش بغيتي، زعما طلب اش بغيتي، طلب دار ولا كريمة ولا طلب اللي بغيتي راه يعطيوك المسؤولين. ولكن في الحقيقة انا ود البلاد وكنموت على بلادنا المغربية، وحنا المغاربة الحرار نموتوا على بلادنا وعلى ولادنا بالرجولة. لأنه علاش أنا كنت عباد مني قالوا لي اطلب اش بغيتي، كنت طلبت لهم شي عضية من مصر أنا ملبدها، ولكن أنا راجل بالرجولة، أنا ما نبيع صوتي وصوت الأبرياء وصوت المواطنين، أنا ما نبيع صوتي وصوت الأبرياء وصوت المواطنين بالرجولة. حنقلك الا شتي المنكر وسكتي بالرجوله كتسمى ديوتي وعباد، كتسمى لحاس الكابة، ما يسمح لكش الله لا في الدنيا ولا في الاخره بالرجوله. انا شتي المنكر وغادي نسكت وغنفوت الصبيان وغنفوت الرجال، واخا يعطيوني دار ولا كريمه غادي يمشي لي داكشي بالرجوله. وشوفوا الديار اللي الناس اللي مسك عليها الله كيفاش بانين ديار المحلات لوليداتهم. بدر هاري عنده واحد بارتمان. بدر هاري راه هنا فين عنده واحد السكن. واحد كريستيانو عاوني فوقي عنده واحد راه هو في الراس شاب الفوقي كامل. بدر هاري تور عنده واحد السكن هنا. كريستيانو. ولكن الحقيقة بدر هاري ما كرهت ندير معاه شي كون بنطيف معاه هنا في هذه البلاصة هذه، الصراحة نقول لكم.
انا بادر هاري ما كرهت نطيف انا وياه ندير وياه شي كون، فانا بادر هاري محلف عليه مزيان انا. علاش بادر هاري كيقولوا لي راه قبيح قبيح ومعدي؟ علاش قالوا لي راه قبيح ومعدي؟ من نهار اللي كنضرب داك الدري في داك كنضرب واحد الكار كور ما عرفت واحد القهوه ولا ما واحد ولا ما عرفت واحد البار، من تما عرفتو حقار انا بالرجوله. المهم كيما قلت لكم ولكن واخا في الحقيقه تقال بادر هاري واخا دار الكون مع داك ريكو صراحة تقال حنت بادر هاري انا مني كنت كيبان في لاصال ديالو كيتريني في لاصال ديالو هادي هادي ما نكذبش عليكم. بادر هاري واخا مخدوم من الصدر ديالو واخا مخدوم اي شيء هو هاي مطراسي شي شويه من الصدر ديالو ماشي عندو شي صدر مخدوم في طول. بادر هاري واخا كان عدو لاصال وكان كيتريني في لاصال ديالو كيبان كيفاش الحركات كيتريني ما مخدومش في الصدر ديالو وما عدوش ليدين ديالو مطراسين وعدو الفخاد ديال رجليه خاوين ورجليه تاهما خاوين لانه هو الساس هو الرجلين الساس هو الرجلين. الا كان بنادم عامر من رجليه شاد مزيان كيكون بحالو بحال الساريه كيكون صحيح بالرجوله. بادر هادي بادر هاري دابا ضعيف من رجليه رقيق ضعيف من رجليه رقيق وما عدوش الكتاف لي هونج كيما قلنا الكتاف لي هونج وما عدوش اليدين من هنا عامرين فهمتيني حيت لا كانوا عدو اليدين من هنا عامرين والكتاف عامرين كيطلق الدقه قويه يقدر الروند الاول يلوح بنادم ولكن ما عدوش الواحد الاوزن كما كنقولوا حنا بحال داكشي ديال الاثقال. ايوا ولكن المشكل هذاك بعض هذاك ريكو هذاك ريكو متريني مزيان هذاك ريكو متريني مزيان عامر تبارك الله من الصدر نيت مطراسي من مزيان ومطراسي من الكتاف ومطراسي من يديه ومطراسي من هنا كله مطراسي ومطراسي من عنقو ومطراسي من رجليه فهمتيني ومطراسي من رجليه سمعتي مطراسي هذاك ريكو زعما ما نعاود لكمش مطراسي هذاك ريكو. ولكن دابا المشكل داك ريكو واخا مطراسي واخا كيلعب ولا اول مره كاع من يدخل الحلبة قبل ما يبدا يلعب هو وياه ريكو ما نكذبش عليكم دري محترم ما فيش العياقه بالرجوله دري محترم. ولكن المشكل فاش كان كيلعب ريكو هو وبادر هاري بادر هاري مني كان دار ديك الدوره ديال فاندام بالزعما يضرب ريكو هنا بالزعما يدير لي ديك ضربه الكاو يلوحو. دابا المشكل لاش غنقول لكم ريكو بحالو بحال شي ساريه بحالو بحال شي ساريه ما نكذبش عليكم. دابا بادر هاري مني قلت لكم دار ديك الدوره باش غيضرب ريكو دير ليك ديك الضربه ديال فاندام ضربو بالقدم ديال رجلو. دابا مني ضربو بالقدم ديال رجلو تفدع من ما بين القدم والشوفيه ديال رجلو. هذا كنهضر لكم انا على بادر هاري. ولكن المشكل ديال بادر هاري مني تفدع من رجلو وطاح طاح دابا دوك صحابو اللي معاه وعشرانو هو دابا طاح وكيبكي وعشرانو دابا مني دارو معاه فيهم واحد كيضحك راه تديرو عاودوا الفيديو وشوفوا واحد عشيرو كيضحك. انا درت التحاليل مش هذاك عشيرو كيضحك كيفرك علاش عشيرو كيفرك حنت عارف بادر هاري فيه العياقه ومني طاح هكاك ولا كيبكي وشاد في رجلو هذاك الشيء علاش صاحبو بدا كيفرك بالرجوله هذاك الشيء علاش صاحبو بدا كيفرك عليه. واش غادي نقول لكم واخا كاك ريكو واخا كاع ربح المقابله ما نكذبش عليكم دري محترم ودري مواضع بالرجوله. وانا شكون هادو كاع اللي عزازين عليا دابا في الابطال ما نكذبش عليكم عز عليا انا بحال دابا هذاك ريكو وعز عليا داك نسيم داك نسيم توا كان واحد الدري واعر ما نكذبش عليكم داك نسيم توا كان كيلعب اللعب مع بنادم بحال الحنش ديال بوسكه ومنك يدخل الحلبة كيدخل بالدياسك بالرجولة. داك نسيم تا هو دوزة كان عزيز عليا وعز عليا طايزن طايزن تا هو باش عز عليا لا مافيوزي دغا كيطلع لي الدم وعزيز عليا علي كلاي عز عليا علي كلاي تا هو مسكين وعز عليا بريسلي وعز عليا جاكي شان جاكي شان علاش يقتلك عبد الضحك بالافلام ديالو بالرجولة
وعزز عليا شاروخان، عزز عليا طارزة، عزز عليا ليطيطة، ليطيطة اللي كيركب على العود مول الجناحين. ليطيطة اللي كيركب على العود مول الجناحين. ايوا تهلاو فراسكم، والله يخليكم ديما زوينين، والله ينصركم على قوم الكافرين.